السلام عليكم. اوقات كتير بتبقى حضرتك بتجهز احصائية مثلا وبتحتاج انك تجيب اي بيانات او جدول بيانات من الانترنت، فالطريقة التقليدية بتاعتنا ان احنا بنروح نعمل تحديد للجدول بتاع البيانات من على الموقع اللي احنا موجودين عليه ونيجي كليك يمين وبيست في شيت الاكسل. ففي الفيديو ده ان شاء الله هقول لك على طريقة اسهل بكتير وكمان تجيب الجدول اللي انت عايزه من على اي موقع على الانترنت بسهولة وبتنسيقه كامل وبشكل منظم زي ما هو. تحدد كده الجدول اللي هو عايزه، كليك يمين عليه وبعدين يقول ايه كوبي، ويروح يحط فيه شيت الاكسل بتاعه، يقول له ايه بيست بالشكل ده. فبينزل بشكله مش تقليدي وشكله كده التنسيق بتاعه بايظ وعايز شغل كتير لسه اصلا. تمام، فهقول لك على طريقة اسهل واحسن تعمل بيها الموضوع ده. لو نروح على الموقع اللي انت كنت فيه عشان تجيب منه البيانات بتاعتك، حدد العنوان بتاع الموقع ده اللي هو اللينك بتاعه وقول له كوبي. تمام، وبعدين نروح على شيت الاكسل بتاعك، افتح قائمة عندنا اسمها داتا. تمام، وبعدين لو رحنا على نيو كويري اللي موجود هنا ده، وبعدين فروم اذر سورسز، هتختار بعد كده حاجة اسمها فروم ويب. فروم ويب اضغط عليها، هيبدأ يحمل بس تحميل بسيط معاك، وبعدين هيجي يفتح معاك المربع دوت، حط هنا كنترول في، هينزل لك اللينك اللي انت اخترته في اليو ار ال هنا، بعدين قول له اوكي، هيبدأ برضه يحمل معاك تحميل بسيط. بعد كده يفتح لك الويندو اللي موجوده قدامنا دي كل الجداول الموجوده في الموقع او في الصفحه اللي انا خدت منها كوبي لللينك بتاعها. تمام، فلو ضغطنا على ده مثلا، بص بيظهر هنا ايه الجدول بتاعك بشكل ايه مظبوط وتمام. اضغط بعد كده على كلمه لود اللي موجوده هنا دي، هيبدأ ينزل معانا اهو. بص كده بقى عندك جدول كامل نازل بشكل منسق وشكله كويس، تقدر انك تشوف على الفلتر اللي موجود عندك او تفتح فلتر وتختار الدولة اللي انت عايزها مثلا. بس يعني انا لو شلت دي كده ورحت علمت على اسبانيا، قلت له اوكي، بص فالجدول هينزل معاك بتنسيقه كامل وبشكل منظم جدا جدا جدا.